في سيناريوهات انت بتختارها وفي سيناريوهات هي اللي بتختارك. احتفال كبير باطلاق فيلم 200 جنيه وبعودة اسعاد يونس. اسعاد يونس ايه؟ رجوعها فرحانين جدا طبعا. سعيدة جدا بالمشاركة دي حقيقي، يعني كان ليا الشرف. القصص كلها رائعة، واي ممثل يتمنى يعمل اي شوط في الفيلم ده بدون مبالغه مش ببالغ. هم لما قالوا لي المشهدين ثلاثه بتوعي دول ديفيد شرف هعمل ايه، انا جيت جري بصراحه بقى. يعني وانا بقرا الفيلم فبقرا الشخصيه بقول لهم بجد انا جديد عليا خالص، ما قدمتوش قبل كده بالشكل ده. كانت اجواء العرض الاول للفيلم المنتظر 200 جنيه اللي حضره نجومه بحماس بيعكس روح التجربه اللي عاشوها فيه. انا مبسوط بالفيلم ده قوي، هو فكرته جديده خالص ومختلف عن الافلام اللي احنا عملناها قبل كده او اللي احنا شفناها في حياتنا يعني. فهو فيلم سينمائي مكتوب بطريقه جديده، والحمد لله انا غيرت جلدي شويه فانا عامل دور تراجيدي يعني، لكن سعيد قوي بالتجربه. الحمد لله لاقي الحاجه المختلفه اللي احب اكون موجوده فيها واشارك فيها. في سيناريوهات انت بتختارها وفي سيناريوهات هي اللي بتختارك، يعني ده سيناريو بتاع مجموعه من النجوم يكونوا بيحبوا الفن ويحبوا بعض وبيحبوا ان هم يقدموا شغل كويس ولو كل واحد قدم بعض التنازل. فالواضح ان تجربة البطولة الجماعية كانت على قد توقعات ابطال الفيلم قدام الكاميرا ووراها. الكواليس كانت حلوة جدا، والتنسيق ما بين الاوردر والممثلين كان ملتزم، كلنا كنا ملتزمين، والفيلم طلع في وقت قياسي. وانا حقيقي بشكر شركة الانتاج وشركة التوزيع على ان الفيلم خلص من فترة قريبة جدا وبينزل. اعتقد ده شيء مهم كلنا لازم كلنا نسعى عليه لتشجيع دورة رأس المال. الكواليس هايلة، بس في نقطة مهمة ان احنا متقابلناش مع بعض، ما كل واحد فينا في قصة. بس الكواليس بشكل عام في الفيلم ده كانت منضبطة، لانه المنتج راجل محترم ومنضبط، وانا فخور بالشغل معاه. والمنتج وائل علي بدوره كان فخور بالعمل ده اللي ابصر النور بعد انتظار. كأنك عملتي 3 او 4 افلام، بس الحمد لله يعني اي حد بيشوف الورق بيعجبه فبيوافق على طول. يعني الورق بصراحه عجبنا وشددنا، وكنا المفروض نبتدي من سنه ونص، بس طبعا عشان الكورونا والكلام ده اجلنا شويه وابتدينا، والحمد لله يعني بقالنا 7 شهور بنصور وخلصنا ان شاء الله الحمد لله. وغير الورق كان في اسباب تانية شجعت النجوم عشان يكونوا في الفيلم. عدد النجوم، المؤلف استاذ احمد عبد الله، المخرج استاذ محمد امين، شركه الانتاج اللي عملت عمل ضخم بالشكل ده، اكيد كل حاجه شجعتني. انا شايف اعظم فكره يا احمد عبد الله ومحمد امين مع بعض، والنجوم طبعا اللي هم جم على اسمهم وجم على تاريخهم الجميل يعني، والمنتج الرائع محمد عبد الحميد، انا عايز اهنيه واشكره. اللي شجعني في الفيلم ده انه مدوني فلوس. خدت ال 200 جنيه اللي قبضت يعني. اي حاجه تمشي الحال يعني. وغير ال 200 جنيه اللي قبضهم، العمل مع المخرج محمد امين كان سبب كافي لمشاركه سليمان عيد وباقي الكاست. والله الاستاذ محمد امين اشتغلت معاه من بدايه افلامه وفيلم ثقافي، وهو كان كاتب جانا البان التالي وافريكانو، واشتغلت فيهم برضه. هو من زمان يعني مقتنع بيا كممثل، بس وش السعد، وكان كله قبل كده كوميدي، فقلنا نعمل حاجه بقى يعني مختلفه شويه. استاذ محمد امين مخرج عظيم طبعا، ودوري مختلف عن الحاجات اللي انا بعملها وعن الناس دايما بتشوفني فيها، فكنت متحمسه يعني. هو الحقيقه دايما بيخرج افلامه اللي هو بيكتبها، اول مره يخرج فيلم مش هو اللي كاتبه، ده دليل على انه اقتنع بالفكره واقتنع بالتجربه وحب السيناريو قوي، فبالتالي قدر يطلع الفيلم. محمد امين طبعا انا كان نفسي اشتغل مع محمد امين، وانا معجبينه من زمان يعني. والاستاذ احمد عبد الله طبعا تجربه مهمه جدا جدا الحمد لله يعني، فما ترددتش خالص، انا بس انا وفيت قبل ما اقرا يعني. واحمد السعداني في اليوم ده حضر العرض بايد مكسوره، ومعاه حضر ابنائه زي ما غاده عادل، دينا فؤاد، ومي سليم، ابنائهم كانوا معاهم. عايزه تقولي لمامي ايه؟ طب يا لولو. I'm so happy for you. I'm مبسوطة قوي للفيلم الجديد بتاعك يا مامي، مبروك. أما إسعاد يونس فكانت نجمة العرض اللي تسابق الكل عشان يهنيها. النجمة الكبيرة إسعاد يونس أنا فخورة بعودتها دي، أنا بسميها المرأة الحديدية، المرأة اللي ما شاء الله عليها أي حاجة بتعملها بتنجح فيها. الناس كلها متحمسة تشوف وعايزين يعرفوا إيه اللي يعني إيه اللي هي هتقدمه لنا، وحاجة كبيرة قوي. فهي بتختار طبعا حد بالتاريخ الكبير ده، بيختار
حاجاته بدقة يعني. فعودة إسعاد يونس للتمثيل من خلال الفيلم ده زاد من نجاحه بالنسبة لزملائها. كلنا بصراحة يعني أول ما محمد عبد الحميد مونت كلمني وشركة فيردي ده أصدقاء عمر يعني، وبعدين جينا بقى كلنا، فأول ما عرفنا إن إسعاد يونس إيه رجعها فرحانين جدا طبعا. كل فنان كبير لما يرجع ده إضافة لينا كلنا طبعا. إس دي حاجة جميلة في حياتنا يعني، ربنا يبارك لها يا رب، ومبروك لكل صناع الفيلم، أنا بصراحة مبسوط بيه جدا يعني. فيلم 200 جنيه، فيلم مختلف، تعالوا اتفرجوا عليه مش هتندموا.